ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن هذا الشهر شهر الإنفاق، شهر المواساة، شهر التعاطف والتكاتف والتعازف فيما بيننا. هذا الشهر شهر الإنفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفق في هذا الشهر انفاقا، حتى قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود في رمضان من الريح المرسله، انظروا الريح المرسله. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفق، علاقة رمضان بالإنفاق علاقة مدينة، لأننا نمر في هذا الشهر بالجوع والعطش، والجوع يشعران بالحدث والعطف على الفقراء والمساكين. حتى الرجل الممسك الجعد المنام البخيل يضطر إلى أن ينفق من جيبه في هذا الشهر، لأن الجوع والعطش يضطران ذلك الرجل إلى الإنفاق. شهر الإنفاق شهر المواساة، وهذا الشهر عباد الله شهر الإنفاق. ما يراد منا؟ إننا نرى إن هناك أولويات الإنفاق. الصدقة، هذا اللص استل من الصدقة، إن الرجل إذا ينفق من جيبه كأنه يصدق ذلك الرجل يحبه حبا جما. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله. هذا الإنفاق نفق، يقال نفقت السوق، إذا راجت السوق يقال نفقت السوق، إن الرجل إذا ينفق يزداد مال. اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. وكذا قلت لك عباد الله، هناك أولويات في الإنفاق. نرى بعض الناس ينفقون الحيل والهيلمان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة على الهيئات والمنظمات، ويحرمون أقربائهم أموالهم. وآتي ذي القربى حقه، أي الأقرباء هم مفزلون في الإنفاق على غيرهم. انظروا إلى أبي طلحة رضي الله عنه، هنا نزلت هذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تنفقوا ما تحبون. إن الله تعالى يقول حتى تنفقوا ما تحبون. هنا جاءت هذه الآية، جاءت تلها قال يا رسول الله، هذه بيرحة حديقة، أحب المال إلي، أريد أن أزرعها بين يديك. ماذا قال؟ بخن. حتى أشار إليه، اجعلها في أقربائك. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هنا مريضا في مكة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده
وماذا قال هذا الرجل سعد بن ابي وقاص؟ يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، ان لي بنتا واحده اريد ان اصدق مالي. لا، قال: اريد ان اتصدق بثلثي مالي. قال: لا. حتى قال: بشطر مالي. قال: لا. حتى قال: اريد ان اتصدق بالثلث. ماذا قال؟ نعم، الثلث، الثلث، الثلث كثير. انظروا، هناك اولويات في الانفاق. اول اقرب اقربائك، ثم اقربائك. يقول تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. انظروا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وبالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. انظروا، هذا اولويات الانفاق. ما اين هذا الانفاق؟ اننا نبذر اموالنا، ننفق اموالنا في ناتحات السحاب، في المباني، ننصرهم يمينا وشمالا في هذه الاشياء، ولا ننفق اموالنا في تعمير الانسانيه، في بناء الانسانيه، في بناء الافراد، كما قال الشاعر: يبني الرجال وغيرهم يبني القرى شتان ما بين قرى ورجال. إن المجتمع يحتاج إلى أن ننفق أموالنا، إلى أن نبذل أموالنا في سبيل الله، وأن نهتم بأولويات الإنفاق اهتماما. نرى كثيرا، نرى الكثير منا لا يهتمون بأولويات الإنفاق، بالأولويات، بأولويات الإنفاق اهتماما إلا لماما. هذه العجالة المستعجلة لا تسمح لي أن أمد النفس في هذا الموضوع. يقول تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بارك الله، بارك الله لي ولكم في المحيين ونفعني وإياكم بحديث بسقنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.